بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نواصل في الوحدة السادسة، نرجع للدرس بـ about إليوت and his sister Louise والمعلومات اللي عرفناها في الدرس ده، لأنه محتاجين إنه هنا الجملة إذا بتخص إليوت هنكتب عليها هي، وإذا بتخص لويس هنكتب الفاعل شي. المطلوب كتابة هي أور شي. نمبر 1، المليونير معروف إنه إليوت مليونير، عشان كده استخدمنا كلمة هيز. 2، إز رايتر، معروف إنه لويس إز رايتر، هنستخدم شي. lives by the sea، معروف لويس lives by the sea، استخدمنا she. gets up very early، معروف إليوت gets up very early، الفاعل هيكون he. 5، doesn't eat lunch، ودي جملة بتخص لويس، استخدمنا she. doesn't cook، دي جملة بتخص إليوت، استخدمنا هي. 7، cooks for friends، معروف إنه لويس cooks for friends، الفاعل هيكون she. 8، loves computers، معروف إن إليوت عمله في الكمبيوترز، استخدمنا الفاعل هي. السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله.